رح نعمل جولة على أبرز المحطات الثقافية والفنية والدينية أيضا بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة، ومن بيناتهم بيدعي مزار سيدة لبنان بحريسة للمشاركة باحتفال عيد الميلاد ورأس السنة. الموعد اليوم ابتداء من الساعة 9 المساء باحتفالات دينية وذبيحة إلهية، وبتخدم القداس المرنمة كاتيا حرب. عمو بمزود قلبي تجلى من فقر الطوف المهجور نيني بمحبة الله. منتابع قريبا بتطلق الفنانة والمرنمة كارلا أبيراميا عملين جداد لإلها، الأول سيدات ترانيم دينية من ألحان والدها ميشيل أبيراميا، والكلمات للفنان جورج خباز لأب يوسف مونس وغيرهم، والسيدات تاني هو فني من ألحان وتوزيع إياد كنعان، أما الكلمات لكبار الشعراء من لبنان مثل سعيد عقل والياس أبو شبكة، وقريبا بيصيروا بكل المكتبات الموسيقية. ننتقل من المحطات الفنية إلى المحطات الراقصة كاراكلا، ومن بعد النجاح يلي حققه بالعرض يلي قدمه بالعيد الستين لإطلاق مهرجانات بعلبك، بحار في الزمن طريق الحرير رح بيتم عرضها ابتداء من 27 كانون الثاني 2017 على مسرح فورم دو بيروت. أخبرنا أيضا وبإطار نسخته اللبنانية بنظم مهرجان فوتوماد مسابقة للمصورين اللبنانيين المقيمين في لبنان، حيث رح يتم عرض أعمال الفائز بالجائزة الأولى بمهرجان فوتوماد بفرنسا يلي رح بيتم تنظيمه بال 2017، والجائزة الثانية رح بتروح لأشخاص رح بيتم عرض أعمالهم بمهرجانات رح بيتم تنظيمها بلبنان. الشروط لتقديم ملف، الشروط للمشاركة بهالمهرجان هو تقديم ملف من 15 أو 20 صورة كلهم يكونوا بإطار الموضوع نفسه، تقديم سيرة ذاتية، وأكيد الفائزين بالدورات السابقة ما بيقدروا يشاركوا. عم نشوف مشاهد من دورات فوتوماد بالسنوات الماضية. نرجع لمحطاتنا الدينية بدعوة من أخوية شبيبة العذراء بفرع مجريس جبال، ريسيتال ميلادي بعنوان هالليلة بركع وبصلي مع المرنم إلي صايغ والموسيقي جوزيف ناكوزي، الموعد الجمعة المقبل الساعة 8 المساء بكنيسة مجريس بجبال. إلى الأعمال المسرحية، حيث بتدعي اللجنة الإقليمية لفرسان العذراء بجزين إلى حضور مسرحية الفنان جورج خباز يلي بتحمل عنوان بالكواليس الأحد 15 كانون الثاني 8:30 المساء على مسرح شاتو تريانو بالزلقة. لبام هالأكاديمية الموسيقية عطيتنا عدة مواعيد سابقة، ونحن بانتظار مواعيد جديدة، من بيناتهم ب 27 الشهر بمستشفى جبل، أو مبارح كانوا بمستشفى جبل لبنان، بثلاثة كانون الثاني رح بيكونوا ببلدية سن الفيل على الساعة 7:30 المساء، وختام جولتهم ضمن فترة الميلاد رح بتكون ب 7 كانون الثاني بدار الرحمة برومية 11:30 صباحا. حياتي أنا الأفلام.
خبر أخير ومن بعد الأخبار يلي سمعناها وشفناها على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى وسائل الإعلام بهم بلدية جبال أنه توضح أنه الحريق يلي صار بشجرة عيد الميلاد السنة هو حريق كتير تم تضخيمه، حريق كتير صغير تمت معالجته فورا. تاني يوم الظهر كان كل شيء راجع إلى مكانه مثل ما بيقولوا. بدي أذكر أنه فيكم تبعتوا SMS على 1109 كرمال تساهموا بتجميع مبلغ 45,000 دولار، المبلغ يلي هو بحاجة لقاله طفل جورج خوري لإجراء عملية سريعة جدا. قبل ما نختم خبر عن فرقة مشروع ليلى، وهالخبر بيقول انه بتحيي فرقة مشروع ليلى بكره الخميس حفلة بالفورم دو بيروت بالتعاون مع كاتن كاندي، الفرقة الشبابية يلي اثبتت نفسها على صعيد الموسيقى البديلة بلبنان والعالم. فرقة مشروع ليلى يلي قدرت يكون لها بصمة بلبنان وبمختلف الدول حول العالم، هي فرقة لبنانية حققت لها مكانة مهمة بالساحة الموسيقية. اذا الموعد معها بكره بالفورم دو بيروت ابتداء من الساعة 9 المساء. الفرقة رح بتأدي أغاني من ألبوما يلي صدر بال 2015 ابن الليل، بالإضافة إلى ألبوماتها الثلاثة السابقة، ورح بتكون الشهر المقبل بدبي لتبدأ جولة بعدة بلدان أخرى. هيدي كانت جولة على أبرز محطات الثقافية والفنية لليوم، رح نرجع لعند جوال نعرف أكثر عن أحوال الطرقات. اتصال من غرفة العمليات المشتركة بهيئة إدارة السير اليوم معنا على الخط الرقيب الأول لقمان نصر الدين. صباح الخير. صباح النور، كيفك اليوم؟ ينعاد عليك. وعليك إن شاء الله. يعني اليوم أكيد حركة السير ناشطة على الطرقات مثل صباح كل نهار أربعة، مظبوط؟ صح، ويعني كمان أحسن من قبل اليوم، اليوم من نقول السير كتير منيح. مظبوط، لاحظنا من الساعات الصباح الأولى هيك كان شوي أخف من غير أيام. صح. صح. نعم تفضل. بس بداية بدنا نذكر انه طريق ظهر البيدر وطريق ترشيش زحلي سالكي حاليا للسيارات ذات الدفع الرباعي وللسيارات المجهزة بسلاسل معدنية. بالعودة لحركة السير، عم تشهد مداخل العاصمة بيروت حركة سير ناشطة إلى كثيفة بهالأثناء. بداية من المدخل الشرقي عندنا الحركة ناشطة من علي نزولا حتى الصياد، والمدخل الجنوبي حركة كثيفة من خلدي باتجاه الأوزاع وباتجاه الأنفاق. أما المدخل الشمالي فحركة سير ناشطة من مفرق شنان عير حتى محول عجلتون، لتكمل أيضا ناشطة من نقاش أم طلياس وصولا لجل الديب، وبتتحسن الحركة على الدورة والكارنتينا. بوليفار سن الفيل حركة ناشطة على الإشارات حتى الصالون. داخل العاصمة عندنا حركة ناشطة من المدينة الرياضية جسر الكولا سليم إسلام كورنيش المزرعة الحركة ناشطة أيضا، والبربير المتحف العدلية ناشطة أيضا الحركة. نعم. بالنسبة لحوادث السير اللي سجلت، الحوادث الحمد لله كمان عددهم قليل، عندنا حادثين نتج عنهم 3 جرحى فقط. خي شو حلو. ايه؟ الرادار شو سجل؟ ان شاء الله كمان يكونوا قليل. 679 مخالفة. لا منيح، يعني مش كتير قليل ولا كتار، اجمالا تقريبا عم بيكونوا 1000. ايه الحمد لله. ايه نعم. بدنا بس نطالب السائقين عبر محطتكم الكريمة بالتروي والتمهل أثناء القيادة، وخاصة على الطرقات الجبلية تفاديا للحوادث والانزلاقات. في حال حدوث أي طارئ الاتصال على الرقم 112 والاتصال على الخط الساخن 1720 للاطلاع على حالة الطرقات وحركة السير. نعم يعطيك ألف عافية، نحن بكرة بنرجع بنحكيكم باتصال جديد. فاصل جديد بحلقتنا وبنرجع، خليكم معنا.